We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Good morning from Buenos Aires, Argentina, for me. Good afternoon, good evening, everyone. Thank you very much for joining. طاب يومكم صباح الخير مساء الخير في أي جزء وفي أي وقت كنتم. أنا سعيدة أنني سأبدأ هذه الجلسة التي تخص اسمي أولغا كافالي من أرجنتين. سنتكلم عن مع زميلتي من ألمانيا. سنخوض هذه الجلسة. سنتحدث عن مساوئ ومحاسن صفحات الإنترنت. أنا حزينة أنني لست معكم في المكان، للأسف لم أتمكن، ولكن عندما أرى زملائي هناك في الصالة فأندم على ذلك. سنتكلم عن تأثير جائحة كوفيد-19 التي أثرت على كل مناحي حياتنا، وهذا إحدى الأزمات التي تعاني منها البشرية جمعاء. هذه الجلسة ستتكلم عن عدة آفاق تتعلق بها، خاصة العمليات المحلية والإقليمية التي تتعلق بحوكمة الإنترنت. نسمي ذلك NER، وهي المبادرات الشبابية المحلية كما قلت الإقليمية. أعطيك الصوت يا ألكسندرا. ساندرا، أرحب بكم، أرحب بكل ممثلي مجتمعات NRE. للأسف عندنا الوضع المتعلق بجائحة كوفيد ليست من أفضل الحالات، لذلك أطلب ألا تأتوا إلينا، لأنكم ستصبحون عرضة للإصابة بهذا الخطر، بهذا المرض، وخاصة بأشكال متحوراته الجديدة. في هذه الجلسة حضرناها منذ فترة من 3 أو 4 أشهر. مجموعاتنا التي تتعلق بعمليات المحلية والإقليمية لحوكمة الإنترنت والمرتبطة مباشرة بقمة حوكمة الإنترنت للأمم المتحدة. هذه مجموعات شبابية تعمل من القاعدة، من الأساس، وليست مسيرة من فوق. ونحن نتعاون مع وجزء لا يتجزأ من قمة الإيجيف التي تضم الجميع. هل تستطيعين يا أولغا أن تقولين ما هو جدول أعمال هذه الجلسة؟ نعم، شكرا لك يا ساندرا. أقول لدينا عدة مشاركين أونلاين عن بعد، وبعض الأشخاص سيتصلون معنا من الصالة. سيكون لها صيغة مفتوحة، لا يوجد مخطط محدد سابقا، ولكن أتمنى أن تلتزموا بالوقت وأن تكون إجاباتكم ضمن دقيقتين، لكي نتكلم جميعنا ونستطيع أيضا أن نعلق على الشات. أما للأشخاص الموجودين في المكان في كاتوفيتسا في بولندا، فأرجو أن يطلبوا الصوت فلنعطيهم.
تخص هذه الجلسة الإنترنت في لحظات الأزمات؟ ما هي الدروس التي تعلمناها؟ وعندنا هنا ثلاثة الأشياء الجيدة التي ارتبطت بالعمل عن بعد والتجارة عن بعد، والأشياء السيئة من الإنترنت وهي الإجرام السيبراني والبشعة مثلا انتهاك حقوق الإنسان، خطاب الكراهية وغير ذلك. لذلك أود أن تتحدثوا عن الأشياء الجيدة والسيئة والبشعة، الصور الثلاثة للإنترنت. من يريد أن يتكلم؟ ساندرا تفضلي. شكرا لك يا أولغا. نبدأ من السؤال حول موضوع السياسة، ألا وهو أود أن أدعو الجميع، جميع مجموعات NRE، وعندي هنا قائمة من الأسماء. أطلب من آنيا أن تدقق هذه القائمة وأن تتحدثوا عن تجاربكم المتعلقة بالأشياء الجيدة والسيئة في حالة الأزمة، وإذا أردتم أسئلة للأشخاص الذين اتصلوا عن بعد أن يسألوا عن طريق الشات أو أن ترفعوا أيديكم. الآن أسفالتو يريد الكلام، ولا أدري إذا كانت بالصدفة. هل تريد أن تتكلم؟ تفضل يا أسفالتو، أعطيك الكلام. فيما يخص السياسة في جمهورية دومينيكان، فلدينا خبرة وعبر كثيرة، والإنترنت أصبح مصدرا لفرص جديدة انعكست على إمكانيات جديدة في التجارة والعمال. كان بإمكان رواد الأعمال عرض منتجاتهم أونلاين. ليعطيكم مثلا، السوبر ماركتات قبل ذلك لم تكن راغبة في تصميم أو شراء تطبيقات للمشتريات الإلكترونية، وليس كل المجمعات التجارية كانت لديها هذه الخدمة، خدمة التوصيل، توصيل المشتريات للبيت. والجائحة خلقت هذه الفرصة الجديدة وحفظت هذا المجتمع على الاستفادة من خدمات إلكترونية في الشراء، البيع والشراء. فيما يخص التربية والتعليم، فأنا مدرس وأعمل في جامعة ولدي محاضرات في الأمن السيبراني. كان بإمكاننا إلقاء المحاضرات في الفضاء الرقمي وعرضها لجميع الطلاب. لم يكن الأمر بسهل، ولكن كنا نحن في الحاجة إلى بعض التدابير من أجل إقامة الاتصالات. الطلاب المتصلون بنا في الجامعة كان الإنترنت غير مدفوع لهم، أما في من الطلاب اتصلوا بنا من البيت، فكانت هناك بعض المشاكل في إقامة نوعية جيدة للاتصالات. نحن أيضا في فريق عمل مهتم بالمجال السيبراني، واستخدمنا هذه الفرصة لزيادة النوعية فيما يخص المحتويات المتوافرة في الإنترنت، وإتاحة الفرصة للطلاب الاستفادة منها. هناك تدفق متزايد في الإنترنت، وزاد الوصول إلى المضمون الرقمي. مبادرة التحول الرقمي التي أطلقتها الحكومة
أيضا تبنت هذا المنهج العديد الأطراف واستطعنا خلق برنامج التحول الرقمي الشامل لمختلف الأطراف وإصلاح أصحاب المصلحة، وهذا أيضا زاد من نوعية الاتصالات. شكرا لك يا أوسفالدو. أود الآن أن تحافظوا على ضبط الوقت وفي دقيقتين أن تعطوا كلامكم. أتمنى أن نستطيع أن نحرك ساعة نرى فيها إمكانية الوقت الذي يمر. الآن أرى لاورا بالاسيوس، وآسفة إذا كنت لا ألفظ اسمك ولقبك بشكل صحيح. تفضلي بالكلام، هل تسمعين يا لاورا؟ مرحبا بكم، طاب نهاركم. أنا من المجموعات من جامعة كولومبيا، وفي أثناء الجائحة في كولومبيا كان للإنترنت تأثير كبير على الوضع الاقتصادي كما قال أوسفالدو، فكثير من المحلات التجارية نقلت نشاطها إلى الإنترنت. خلال العام الماضي هذا التجارة الإلكترونية زادت بأكثر من 40%. بنفس الوقت كان يجب علينا القول أن هذا التحول من إلى الشبكة كان له تأثير على المجتمع سلبي وإيجابي. الآن نتكلم عن التأثير المحلي والتأثير على مستوى البلاد. في بعض النقاط في كولومبيا أن هذه الحركة الرئيسة الكبيرة كان النظام مثقل بالاتصالات، وفي بعض المناطق سبب ذلك خلل في الاتصال، وهناك حرية الرأي في مجال أونلاين وأوفلاين في كولومبيا في أثناء الجائحة. قامت الدولة بإيجاد ضوابط، ومن بين هذه الفعاليات سببت قلقا في بعض القطاع عند بعض قطاعات الشعب. البعض تخوف أن حقوقهم ستصبح منتهكة، وفي بعض المنصات كان بشكل أوضح تبين نقاط الضعف لعمل الإنترنت. نستطيع القول أن بالنسبة لحماية البيانات الشخصية لم تكن دائما وفي كل المنصات محترمة ولم تسعى إلى حمايتها. كان ذلك في بعض التطبيقات وبعض البرمجيات كما تعرفون. شكرا على صوتك يا شكرا جزيلا. الآن دعونا نركز على إيجابيات الإنترنت. أنت بدأت بالفعل الحديث عن السلبيات والجانب البشري، فلنسمح الآن لأشخاص آخرين يتحدثون زيادة عن المحاسن والإيجابيات، وأرجو أن تتمسكوا بدقيقتين في الحديث ولا أكثر من ذلك. رودني والمتحدث التالي ثم إيمانويل ومحمد. رودني تفضل، دقيقتان حول المحاسن والجوانب الإيجابية للإنترنت أثناء الجائحة. رودني تايلر اسمي، أنا أتحدث باسم الاتحاد الكاريبي للاتصالات، ونحن سنستضيف القمة
السابعة عشرة للمنتدى في الكاريبي. انترنت سمح لنا لمواصلة العمل من البيت عن بعد، وأيضا اتاح لنا فرصة التعلم من البيت. أيضا هناك تواصل اجتماعي صار عن بعد باستخدام الانترنت. فيما يخص الخدمات العامة الحكومية، فساعد الانترنت في تسريع عملية الرقمنة بلا شك. لذلك وبفضل الانترنت أصبحت الكثير من الخدمات العامة متاحة ومتوفرة للمواطنين، وكان الاقتصاد الذي يعتمد كثيرا في حالة الكثير من الدول على السياحة لم ينهار الاقتصاد في أثناء الجائحة. هذه المحاسن والإيجابيات، إسراع عملية الرقمنة والتحول الرقمي، وبفضل ذلك تغلبنا على عقبات الجائحة. وأندرس الآن. شكرا على الدعوة. أمثل إحدى مؤسسات إدارة الإنترنت في إستونيا. وبالنسبة للنواحي الإيجابية من الإنترنت، أود أن أعطي مثالا محددا فيما يخص بإدارة الإنترنت في إستونيا، وهو مثال يخص تنظيم قمة إدارة الإنترنت للمرة السابعة الذي تم في إستونيا قبل عدة أشهر، وكان عن بعد أونلاين وكان إيجابيا جدا. استطعنا أن نستخدم استعمال الأسلوب الهجين، وجزء من القمة كانت الصالة وجزء عن طريق منصة زوم. كان لدينا استوديو جزء من إجاباتنا وفعالياتنا كانت في الطبيعة في الواقع، والجزء الثاني في الإنترنت. وأود أن أعطيكم تسجيلا لو استطعت أن أريكم إياه. You are the best guys. Thank you very much. You spoiled the main discussion. Why I wanted to share it is because we all are humans. لماذا أردت أن أريكم هذا الفيديو؟ لأن أحيانا هناك مشكلات، ولكن علينا أن نقوم بما نستطيع، وكيف أن الجهة الافتراضية لها الكثير من الأهداف. شكرا لك يا أندرس. هناك أشخاص كثر، أن نقبل الطلبات الأخرى. الآن جينيفر وإيمانويلا ومحمد و نزار، وفي المكان الأخير نستطيع. إذن هذه الأسماء التي سوف تتكلم عن النواحي الإيجابية للإنترنت، وبعدها سيكون عندنا جولة ثانية سنتكلم فيها عن الأشياء السلبية. أنا أمثل إيجاف من آسيا والباسيفيك، وأنا هنا في بولندا، موجودة في بولندا في كاتوفيتسا. مثل إن منطقتنا كما عدة مناطق في العالم كانت هناك النواحي السلبية، أما من الناحية الإيجابية التي للإنترنت كانت قضية التعليم، أن تم الاهتمام بها بشكل خاص، وتم تحريك خدمات
تتعلق بالتعليم عن بعد، وتم إيصال المعلومات كيف على الطلاب والشباب أن يتابعوا تعليمهم وتدريسهم، وهذه الخدمات كانت مهمة للغاية وكانت سهلة في الاستعمال، وأن لدينا عدد كبير أن تم إجراء دراسات في نيبال مثلا، تبين أن هذه البرامج لها صدى إيجابي، وخاصة تلك التي كانت تقدمها وزارة التعليم، وكانت تخص التأهيل وتوسيع المهارات الرقمية، أيضا في سنغافورة وفي أستراليا وفي دول أخرى نامية في منطقة آسيا والباسيفيك. كل هذه البرامج أظهرت أن العديد من الأشياء يمكن فعلها من أجل توسيع الوصول إلى التعليم عن بعد والتعليم الخاص حتى. أما بالنسبة لآسيا الوسطى فمثل هذه البرامج أيضا تم إدراجها، وخاصة أن التلاميذ الذين يعيشون في مجتمعات بعيدة نائية كان لهم إمكانية الوصول إذا لم يكن إلى كل المواد فإلى بعضها، لكي تصبح ممكنة في لغاتهم الوطنية أو المحلية. لذلك شكرا على استعمال هذه الأساليب عن طريق الإنترنت في خاصة الجائحة. شكرا. وكيف الوضع في إيطاليا؟ مساء الخير، أنا عضو في مجلس إدارة الاي جي اف الإيطالي، وفي السنوات الأخيرة وخاصة أثناء الجائحة نحن عشنا بعض الجوانب الإيجابية. أولا تسريع عملية الرقمنة، طبعا الرقمنة لم تبدأ أثناء الجائحة، ولكن وتيرة التحول الرقمي تسارعت وازدادت سرعة، وهذه المقدرات والكفاءات والمؤهلات الآن تظهر وتصبح رقمية في كل من المجتمع الدولي والشركات الصغيرة والمتوسطة. هناك انخراط كبير من مجالس من غرف التجارة والصناعة في مجال التواصل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والفوائد لها خلال عملية الرقمنة. نحن في المجتمع المدني لاحظنا أيضا حالات متكررة للاستفادة الواسعة لعملية الخدمات الرقمية والآليات الرقمية للاستخدام هذه الخدمات في الإنترنت. وفي النهاية أود أن أقول بأن هناك أيضا خدمات تتعلق بدورات التدريب، ونظمها الاي جي اف الايطالي. قمنا بتدريب 500 تلميذ وطالب في مجال الحماية على خصوصية البيانات والتشارك بالبيانات، وهي أيضا ضمن الحملات التوعوية في هذا الصدد. محمد تفضل. يا محمد. طاب نهاركم. أنا أمثل اي جي اف ومبادرتها في أفريقيا الشمالية، وأود أن أقول أننا بفعالية نعمل ونتناقش حول القضايا التي تثيرونها في قمة حكومة الإنترنت في كاتوليتس. في خلال الجائحة في منطقتنا ومناطق أخرى تحول إلى التعليم عن بعد، ومثلا في مصر كانت هناك برامج للتعليم عن بعد، وكانت هناك وسائط
تخفيف آثار الجائحة على المجتمع، وكان هناك منصات تعطي إمكانية للوصول إلى المخزون التعليمي الموجود في المدارس. القضية الأخرى أنه خلال الجائحة تم تسريع رقمنة التجارة، وأصبح الناس يشترون أكثر فأكثر من شبكة الإنترنت، ومما جعل هذه المحلات تتماسك ولا تنهار خلال الجائحة. إذن أعتقد أن هذه كانت أهم التأثيرات الإيجابية للشبكة علينا. لذلك نستطيع القول أن سكان منطقتنا عندهم ثقة أكبر في القنوات التي تعطي وتبيع عن طريق الإنترنت. شكرا. شكرا على هذا الصوت المهم. ولدينا رسالة على الشات وهي طويلة من تريسي من ترينيداد وتوباغو، وأيضا من شخص آخر يريد المساهمة في إيجابيات الإنترنت. نينا موجودة في القاعة العامة في كاتوفيتسا، فأنا أعطيك صوت. شكرا جزيلا. اسمي نينا، وأود أن أتقاسم معكم باستنتاجاتي الناتجة عن عمل مجموعة NRI، وأنا عضو في لجنة لشؤون البيانات المتحدة، وانعقد هذا المنتدى العام الماضي أونلاين، لكن في هذه السنة سوف تنعقد هذه القمة في سويسرا، ونحن نخطط القمة المباشرة وليست عن بعد. وضمن هذا المنتدى أقترح أن نستفيد من عادي الصيغة التي هي لنا هنا، الاستفادة من المراكز الإلكترونية العاملة عن بعد. فهناك عمل قائم بالفعل تحت مظلة المتحدة في داخل هذا أو ضمن هذا المنتدى. هناك تقريبا 20 جلسة عقدناها، وهذا النقاش يسير باتجاه الصحيح. الآن أود أن أذكر أننا لا نستطيع أن نقبل طلبات أخرى للمناقشة في هذه الجولة. آيلين تفضلي. شكرا. أنا آيلين، أمثل NRE من أرجنتين، ونحن منظمة تجمع الشباب ليس فقط من أرجنتين وإما من الجوار أيضا. أود أن أقول أن خلال الجائحة استطعنا أن نبادر بعدة خطوات، مثلا زيادة المهارات والمؤهلات الرقمية، وعرضنا ذلك في منصات، كما إن الجهود التي قمنا بها عرضناها أيضا في الشبكة، والتواصل مع الشبيبة كانت قضية مهمة. منظمتنا هنا في الأرجنتين نظمت اجتماعا سنويا بشكل عن طريق الويبينار عن طريق شبكة الإنترنت، وأصبح الإنترنت بالنسبة لنا قناة شمولية لتبادل المعلومات. ماذا يجري معنا؟ نستطيع أيضا أن نقول أننا تبادل هذه المعلومات والآراء بين الشباب وبين الأجيال الأخرى هي قضية مهمة، وهي كانت من فضائل هذه الفترة. وبالنسبة لذلك تعلمنا أيضا أنه يجب علينا أن لا نتردد ونستخدم كل الأساليب التي تمكننا من اللقاء مع بعض. وشكرا على الانتباه.
شكرا على هذه الملاحظة. الآن نزار. اسمي نزار كراما وأصلي من تنزانيا. أنا أمثل قمة الاي جي اف المنعقدة في تنزانيا، وأود الحديث أود أعلق على ثلاثة أشياء من الإيجابيات لتنمية عملية الرقمنة أثناء الجائحة في الإنترنت. الجائحة جعلتنا نقوم بإيجاد مختلف الابتكارات في المدارس المحلية العليا، والجامعات قامت بتصميم مختلف المنصات الرقمية التي أتاحت إمكانية التدريس أو الدراسة عن بعد. أيضا شاهدنا عملية الرقمنة في الخدمات العامة الحكومية، وهذه العملية قد زادت سرعتها. نستطيع الآن أن نتواصل مع الدوائر العامة عبر الإنترنت. على سبيل المثال فيما يخص الاختبارات على وجود فيروس كورونا، يتم إرسال النتائج إلينا إلى المرضى عبر الإنترنت، فليس بالضرورة أن نعود إلى العيادة مرة ثانية. أيضا الميزانيات العامة التي كانت قبل ذلك مخصصة لإقامة مختلف الندوات وورشات والمؤتمرات تم تخصيصها الآن إلى الفضاء الرقمي، مثلا منصات الزوم. تم إلغاء الكثير من الأحداث المباشرة وتحولت هذه إلى الصيغة الإلكترونية أو الرقمية. أيضا هناك مجال التربية والتعليم في الفضاء الرقمي ينمو ويزداد حجما. أيضا حكومتنا أثناء الجائحة وضعت استراتيجية خاصة لرقمنة كل الخدمات العامة حتى عام 2025. شكرا لك يا نزار. الآن الشخص التالي، من أين أنت؟ أنا اسمي بلانتينا، أمثل أمانة جنوب أفريقيا لأي جي اف، وأود أن أتشاطر معكم النتائج الاستنتاجات عن التي جاءت بها جائحة كورونا في الإنترنت. إذن أولا، رقمنة المدارس تمت بشكل سريع، وخاصة تلك المدارس الموجودة في المناطق النائية، حيث استخدمنا هذه التقنيات الجديدة لتمكين التعليم عن بعد لعديد من هذه المدارس وأولئك الذين لديهم أوضاع سيئة. وأود أن أجدد ذلك هنا من هذا المحفل. شكرا على هذه الكلمة الموجزة. هل هناك من يريد أن يتكلم بعد؟ هناك من رفع يده ولكن كأنه اختفى الآن من الطابور. سوف أتحدث اللغة الفرنسية. أنا موجود في كاتوفيتسا. اسمي البشر بونك، وأنا أمين منتدى الاي جي اف المحلي. باختصار، انطباعاتنا إيجابية. بالفعل هناك إيجابيات للجائحة، هناك تزايد ملحوظ فيما يخص حجم المراسلات المستلم منا عبر الإنترنت وعلى البريد الإلكتروني. هناك أيضا نطاق عريض لهذا التواصل الرقمي، وخاصة أثناء الشباب. أيضا في مجال الشراء، البيع والشراء، التجارة الإلكترونية الرقمية، وأيضا هناك زيادة خدمة إي ليرنينج، التعلم الإلكتروني، وكل الخدمات
في المساحة الرقمية، أيضا المدارس الثانوية ومجموعات طلابية نشأت في واتساب وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي. أيضا الحكومة بدأت أو أطلقت عملية رقمنة جميع الخدمات. يمكن دفع الضرائب عن طريق الإنترنت، يمكن إنشاء شركات أو نشاط تجاري عبر الإنترنت. هي أي من المحاسن والإيجابيات للجائحة. شكرا بارز. والشخص الأخير الذي سيتكلم عن آثار الإيجابية للجائحة هو مارسيل. وهو من أود أن أضيف قضية فقط. بالطبع تسريع الرقمنة هي قضية مهمة، ولكن أريد أن أقول أننا نستطيع أن نتعاون في أوروبا بشكل دولي، ونستطيع أن نجابه ونناضل ضد الجائحة. عندنا تطبيق يسمح لنا أن نعطي تأكيد بهل نحن مطعمين ضد الجائحة، ونستطيع أن نثبت لعدة أجهزة في عدة دول بأن كان لدينا لقاح. أي هذا قضية أيضا إيجابية أود أن أضيفها إليكم. شكرا لك على هذا الصوت. أما الآن أعطي الكلمة لأولغا. للأسف الوقت ضيق ولم يتبقى منه كثيرا. هذه الجوانب الإيجابية يجدر الحديث معها دائما. أتمنى أن الإيجابيات تزيد تفوق السلبيات. الشخص الذي لم يستطع الحديث حتى الآن والثاني ربما في الدورة الثانية من النقاش. الآن أعطيك صوت يا أولغا. أنا دائما متفائلة فيما يخص التكنولوجيات الجديدة، وأنا على اليقين أن الإيجابيات هي أكثر بكثير مما ذكر هنا في وقت الجائحة. وأخذت رؤوس أقلام أن من الإيجابيات المذكورة هي التجارة الإلكترونية من إيطاليا. تم الحديث عن الوصول إلى نتائج الاختبارات على الكورونا فيروس بشكل إلكتروني، الوصول إلى شهادات التلقح والعمل الإلكتروني عن بعد. وبدون الإنترنت من الصعب أن نتصور ونتخيل حياتنا اليومية. الإنترنت أصبح وفي أثناء الجائحة أداة جدا مفيدة. لنمر الآن إلى السلبيات والمساوئ للإنترنت. فتحدثنا عن الإيجابيات والسلبيات والأمور الباشعة. فأولا سوف نضع الطابور من جديد. ساندرا، هل أنت جاهزة لتكوني الأولى في الحديث؟ نعم إنني جاهزة. أنا لا أراك. أنا موجودة في الصالة. أنا أمثل منتدى IGF من جنوب أفريقيا. أعرف أنه يجب أن أركز بشكل رئيسي على القضايا السيئة للإنترنت، ولكنني سنتحدث عن أمثلة جيدة لتطور الإنترنت. سأتحدث الآن عن تسريع عملية استخدام التطبيقات التتبع والملاحقة في أفريقيا. في عديد من الدول تنعدم هناك المعطيات عن احترام البيانات الشخصية. إحدى أسوأ
الأوجه للإنترنت كانت انتهاك حقوق الإنسان بوجود ضعف في القوانين التي تحمي البيانات الشخصية. دور أبدياس زامبرانو. شكرا على إعطائي الصوت. قبل كل شيء أود التعليق على ثلاثة محاور غطيناها أثناء الجائحة في بنما. في عام 2021 ازداد عدد الهجمات المخترقين والمتسللين بالإنترنت، ولم يعد لدينا عدد كافي من الأدوات الحامية منها. أيضا ثانيا ازداد عدد حالات العنف بحق النساء في الإنترنت، وللأسف لا يتم الامتثال لمعايير حقوق الإنسان في دولة بنما لدينا. ثالثا عدد كبير من التلاميذ والطلاب لم يستطيع عجزوا عن المشاركة في التعليم الإلكتروني لأن الأجهزة لم تكن موجودة وإلى آخره. الكثير منهم تركوا المدرسة وتركوا التعليم. أيضا ظهر هناك قانون في بنما بشأن العمل عن بعد، ولكن لم يتم تكييفه بما فيه الكفاية مع الواقع في وقت الجائحة. وأود الحديث أيضا عن أن النساء في بنما في الجائحة كان عليهن العمل بالإضافة إلى واجباتها المنزلية. طبعا نهاركم. أنا نيروشا أمثل إنترنت سوسايتي من سريلانكا. أود أن أحدثكم عن أوجه السيئة للإنترنت كما طلبتم مني. أنا بالنسبة لي هناك أكثر حوادث انتحار بين الشباب جرت في فترة الجائحة، ومن الضروري أن نتكلم عن الأمور النفسانية في هذا المجال. أن منظمتنا بدأت بجهود استشارية في مجال الصحة النفسية، وأن الجائحة أظهرت مشاكل بالاتصال الشخصي، وخاصة بين الطلاب الذين يسكنون في أماكن بعيدة. كان عندهم فبعضهم كان يصعد إلى الشجرة من أجل الحصول على إشارة جيدة للإنترنت. شكرا على هذه التعليقات. الآن دورك يا ناروليت. هل تسمعونني؟ للأسف الصدى جدا قوي. ربما تأخذ حضرتك مايكروفون آخر. أرجو تبديل المايكروفون. للأسف نوعية الصوت لا تسمح بالترجمة. شكرا على هذه المداخلة. والآن محمد دورك لو سمحت. Especially in the North Africa, I think it's
So how will الإجابة على هذا السؤال جوانب السيئة للإنترنت في عصر الجائحة وسوف أتحدث عن شمال إفريقيا نحن فهمنا مدى وجود النواقص والقصور في البنية التحتية الإنترنتية لا يوجد تغطية وإرسال جيد في إفريقيا وال المجموعات المهمشة حتى ذلك الوقت تدهورت حالتها وتخلفت عن التحولات الرقمية المدرجة وهذا يتعلق بحديثنا حول الفوارق الفاصلة فيما بيننا فيما يخص الإنترنت لأن التغطية والإرسال لا يغطي الجميع خاصة أطفال المهاجرين ليس لديهم الوصول إلى تعليم ونتحدث عن عدد كبير من الأشخاص الذين ليس لديهم إمكانية استفادة من الإنترنت وزادت الصورة سوءا في الجائحة تنعدم أيضا الأطر القانونية الواضحة التي تنظم تسريع عملية الرقمنة فقبل كل شيء أود الحديث عن مشكلة التعليم أو عدم إمكانية الوصول إليها بشكل أونلاين بعض المجالات وكأنها غير موجودة ولا يوجد الوصول إليها شكرا لك يا محمد عندي في القائمة لوسيان وأوسفالدو خورجي وأميرة أتمنى أن الجزء الذي يخص الوجه البشع للإنترنت ستكون قائمة قصيرة الآن أوسفالدو تفضل سأتكلم بالإسبانية شكرا يا أولغا بالنسبة لتغيير الاتصال الذي أصبح أثناء الجائحة كان له تأثير كبير على مجتمعنا فمثلا عندما نكون في العمل أو في المدرسة أو في محيطنا في مكتبنا الذي نعمل به كان لدينا إمكانية للإنترنت عندما عدنا إلى بيتنا لم يكن هذه الإمكانية فإذا الوكالات الحكومية وحدها كانت عليها أن تهتم بالحماية أمام الاختراق الإلكتروني إذن العديد من المستخدمين خسر الثقة بالنسبة للإنترنت ويجب علينا أن ننشئ إمكانية في المجتمع بكي يستطيع الناس استخدام الإنترنت من أجل هذا التفاعل مع غيرهم أما بالنسبة للهجوم والاختراقات الإلكترونية خلال الجائحة ازداد عدد هذه التطبيقات السيئة والفيروسات الكثيرة وعدة كيانات أصبحت ضحايا لهذه الهجمات بالإضافة إلى ذلك ظهرت حالات بحيث أن إحدى المؤسسات الرسمية كان عليها أن ترفع مبالغ هائلة لإعادة الاستفادة من الوصول إلى الشبكة خورخ إميليانو بيريس أمثل منتدى حوكمة الإنترنت من إسبانيا نحن الإسبان دائما نفتخر بأن التغطية والإرسال للإنترنت لدينا ممتاز ويفوق مستويات الألمانية ولكن نحن في إسبانيا لدينا الكثير من القرى والبلدات النائية والتي تنخفض فيها
نوعية الإنترنت. وتبين أن في هذه تلك القرى والبلدات ذات المستوى المتدني للإنترنت استطعنا نحن تسريع سرعة الإنترنت. وفي هذه الأماكن التي ازدادت فيها سرعة الإنترنت فالنتائج الاقتصادية كانت ممتازة، أما في الأماكن النائية والصغيرة أو من المدن والبلدات فكانت نوعية الإنترنت كانت سرعة الإنترنت متدنية فلم تلاحظ أي نتائج إيجابية في الاقتصاد. يجب إذن تحسين سرعة الإنترنت والتغطية والإرسال من أجل دفع عجلة التجارة إلى الأمام. هذا ما لم نعيشه في حالة الهواتف اللاسلكية، والآن لاحظنا أن في حالة الإنترنت الأريض النطاق فالفارق جدا واضح. هذا البحث جدا مهم، وهذا ما من الملاحظات التي نريد توصيلها للعالم من إسبانيا. الآن لورا، بعد ذلك إلى لوسيا. أردت فقط أن أقول ما وأؤكد على ما سبق ما قلته، أن قمنا بتحليل التقنيات الموجودة وأن المنصات كانت مهمة من أجل الحفاظ على العلاقات الاجتماعية، وهذا له دور كبير في بلد مثل كولومبيا. في كولومبيا أيضا لاحظنا أن الإنترنت له تأثير كبير على حركة السكان، وأنه كانت هناك أماكن في كولومبيا بسبب سرعة الحركة في الإنترنت المخدمات أعطبت، وأن تبين أيضا أن هناك عدم ثقة لبعض المنصات الرقمية، وأخذ الناس يتخوفون من خوفهم على حقوقاتهم وعلى حرية الرأي وعلى الحفاظ على بياناتهم الشخصية. أتحدث الآن باللغة الفرنسية. زملائي الأعزاء، الجائحة أبرزت مشكلة الإنترنت باعتباره أحيانا داء وأحيانا الدواء، وأحيانا نحن لدينا في هذه القرية التي أصبحت العالم فهمنا أن هذا الواقع جدا هش، ومن المهم زيادة الجهود المبذولة في التربية والتعليم، وأيضا مكافحة الأخبار المضللة في غاية الأهمية في وسط المجتمع الذي تنعكس صورته في الإنترنت. فهناك حاجة ماسة إلى التحول الرقمي للمجتمع وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة. نحن في الحاجة إلى زيادة ثقة المستخدمين للإنترنت، لأن الأزمة هي أزمة الثقة قبل كل شيء، فهناك طرق وعرة نسير فيها. أعطي الصوت الآن إلى هل تسمعوننا؟ نعم أنا جنة أسمعكم. أنا أمثل منتدى الشباب IGF في آسيا والباسيفيك. في هذا العام في شهر أيلول تحدثنا عن حماية البيانات الشخصية، وفي هذا الأسبوع كان هنا ورشة تتعلق
مفارقة لاستخدام التقنيات الجديدة في التتبع والملاحقة. لدينا ما نسميه التجسس في الإنترنت وحماية البيانات الشخصية. كل هذه تقنيات الملاحقة والتتبع هي تقنيات تستخدم قنوات التواصل الاجتماعي. وأعتقد أن الحكومات تستخدم مثل هذه التطبيقات والبرمجيات، لذلك سنحاول إيجاد تعليمات تخص الإنستغرام والفيسبوك. خلال ورشاتنا المشاركون تحدثوا وقالوا أن التكنولوجيات الرقمية يجب أن تكون شمولية وخاصة في أوقات الجائحة، لذلك نحن نعتمد على الإنترنت ونحن تحت سيطرة هذه التقنيات، ولذلك بأيدي السلطات والحكومات هو أن لا يكون هناك إقصاء لبعض الناس، وخاصة في مجال ظهور اللقاحات الجديدة، حيث أن تحدثنا عن ذلك في هذه الورشات حاولت أذكرها. وأيضا هناك مشاكل أخرى لكل آسيا والباسيفيك، مثلا انعدام الوصول إلى الإنترنت بشكل عام، وبذلك ينعدم التعليم أونلاين عن بعد. وكذلك أذكر فقط بأن لا ننسى أن التقدم الرقمي ما زال مشكلة واقعية. شكرا يا جنة. والآن دور برام. إن كنت تسمعني يا برام فصوتك. مساء الخير. أنا من الـ IGF المالاوي و حضرت أربع ملاحظات. في الآونة الأخيرة وقع عدد من الأحداث الهجمات الرقمية وأيضا حالات التحرش الجنسي، حيث أن المجموعات المهمشة حتى الآن أصبحت أكثر تهميشا فيما يخص وصولها إلى الإنترنت. هناك أيضا ارتفاع تكلفة الوصول للإنترنت في القارة الإفريقية. جائحة كوفيد-19 أبرزت عدم جاهزية الحكومات لتوصيل خدمات أساسية للمواطنين. شكرا على الحرص على الوقت. الآن بلانتينا تفضلي. أعتقد أن التحدي المفتاحي خاصة لدينا في جنوب أفريقيا كان أن الشباب الذين يستخدمون المنصات الرقمية كان يجب عليهم أن يمتلكوا حماية معينة، وخاصة أولئك الذين يستخدمون منصات أونلاين ليس لأهداف تعليمية وخاصة لأهداف أخرى كانتهاكات المتعددة والتنمر، مما سبب أحيانا كثير من حالات الانتحار، خاصة في أحيانا وضع صور لزملائهم وزميلاتهم، مما يدل على انعدام الوعي الكافي، لأن نشر مثل هذه الصور هو انتهاك لحقوق إنسان، وأن هذه المعرفة معدومة عند المستخدمين الشباب في بعض المنصات. شكرا يا بلانتينو. هذا التعليق يقع في الوسط ما بين السلبيات والأمور القبيحة والبشعة. أما الآن هارمينو.
باللغة الفرنسية. أنا المنسقة في لأي جي في مدغشقر. من الأمور السيئة في الإنترنت الوصول هو مهم، ولكن فيما يخص الدول النامية كما هي الحالة في مدغشقر فالوصول محدود للإنترنت. فأثناء إغلاق الدولة بسبب الجائحة كانت المدارس مغلقة، رغم المدارس الخاصة. المدارس الخاصة لم تغلق، فمن يتوفر لديه المال ما زال يدرس، ومن لديه الوصول إلى الحواسيب فيستفيد. نفس الشيء شركات كثيرة دخلت هذا المجال الرقمي، ولكن من أصبح عاطلا عن العمل فأيضا فقد اتصاله بالإنترنت. وأخيرا أيضا لاحظنا رغم عدم وجود المراقبة الكافية في مدغشقر، لاحظنا أن الإنترنت أصبح مكانا يعج بالمخترقين والمتسللين، والإنترنت سمح للكثير من الناس أن يستغلوا هذا الفضاء للسرقة والاحتيال. أحمد، هل تسمعنا؟ ربما أن فقدنا الاتصال بأحمد. بهذه الحال الشخص التالي أمير، تفضل يا أمير. نعم نسمعك. طاب يومكم. شكرا على إعطاء الصوت. الإنترنت خلال الجائحة، جائحة كوفيد-19، في البداية سأتقدم نفسي، أنا أمير وأمثل مجتمع AJF في إيران. أود أن أقول أن جائحة 19 فضحت جوانب العقوبات الموجهة ضد بعض الدول، وهذا تبين خلال الجائحة بشكل كبير. أود أن هذه القضية المهمة أن تتواجد في توصيات هذه العقوبات الرقمية. كانت تخص الاستثمارات في كثير من الأمور تتعلق بالإنترنت، كعدم الوصول للشبكة مما جعل هناك عائقا كبيرا في الوصول إلى تطور مستدام. نعتقد أن إمكانية عدم الوصول إلى الإنترنت هي انتهاك لحقوق الإنسان. عدد كبير من جامعاتنا لديها صعوبة في الوصول إلى قواعد البيانات العلمية، وبعض الشركات أيضا ليس لديها إمكانية أن تكون على أونلاين. إن خدمة الشركات الإيرانية غير متاحة على تطبيقات لأبلز وغيرها من الشركات. أريد أن أنادي إلى توصيات لا تميز في الوصول إلى تقنيات ICT، وشكرا على إتاحة الحديث لي في هذا المحفل. شكرا على ملاحظاتك. والآن ياو آخر المتحدثين. Sometimes
جودة الصوت لا تسمح للترجمة للأسف. شكرا على هذه المداخلة لياو، وكذا انتهينا من هذه الجولة من الأقوال لنلخص الأمور السيئة وأمور الخصوصية وحماية البيانات والمشاكل في الوصول. هناك طلب من أحد المشرفين أو المشرفات على النقاش موريال، هل تريدين التعليق بعد؟ أنا من الاي جي اف في بنين، لقد تحدثنا ولكن نسينا شيئا واحدا، الانترنت هو الأداة، ولكن هناك شركات تورد هذه الأدوات، وهذا يعود إلى مسألة تصرفات المستخدمين عن بعد، لكن يجب أن نعمل أن نفصل ما بين الإنترنت كأداة إيجابية وما بين المستخدمين النهائيين الذين نحن المسؤولون عن ذلك. فعن التصرفات السيئة في بنين، نحن نظمنا جلسة تخص الممارسات الجيدة وفي سياق المستخدمين النهائي، لأن أحيانا لدى التطبيقات والأدوات هناك معايير ملزمة للمستخدمين من أجل حمايتهم، فيجب أن ننتبه نحن كمستخدمين لهذه المعايير وهذا الفضاء. شكرا أولغا، شكرا لك وللجميع. إن هذه الجلسة من غنية جدا، تمثل العديد من مناطق في العالم. بقي لنا 20 دقيقة، الآن سوف ننظر إلى الوجه البشع للإنترنت. أعتقد أننا سنحاول ونرى كم سيبقى لنا من الوقت. نبدأ بالأوجه البشعة للإنترنت. تفضلوا، أود من أن تشيروا إلى المواضيع التي تم طرحها أيضا على الشات في الإنترنت والتعليقات التي حصلت هناك. من سنهيئ قائمة جديدة بمن سيتكلم، تفضلوا وسجلوا على هذه القائمة. أود أن لا تعيدوا أشياء تم ذكرها، والآن فقط تلك الأشياء التي تعطي أشياء جديدة في النقاش. أنظر إلى الشاشة وأنظر إلى الطابور الذي تم تسجيله. أولا أولغا من أوكرانيا، وبعدها نزر، وبعدها محمد، وثم روبرت، وبعده مارسيل. أولغا تفضلي. أنا اسمي أولغا كيريلوك، أنا عضوة في منتدى أوروبا الشرقية. أود أن أقول أن من الصعب جدا أن نصنف بعض الأمور فقط في أن شيء هو جيد وسيء. هناك بعض الظواهر ليست لا بيضاء ولا سوداء، إنما هي رمادية، وسأعطي مثال عن ظاهرة. مثلا تطبيقات التي تتبع انتشار مرضى الكوفيد 19. إذا ماذا حصل في منطقتنا في هذه التطبيقات؟ بشكل عام
ركزنا كيف في هي هذه الحالة في 20 دولة في منطقتنا، وكيف تقوم الحكومات بالاستفادة من هذه، وهل هي تنتهك حقوق الشخصية وبيانات الشخصية، ما هي النتائج التي برزت؟ طبعا النوايا كانت حسنة، ماذا أرادت أن تفعل الحكومات، ولكنها لم تقم بتقييم من أجل حقوق الإنسان أو رصد ذلك، هل هذه التطبيقات ناجحة أم لا. نرى بوضوح أن هذه البيانات والمعطيات لم تكن محمية، لم يكن هناك انضباط في هذا المجال، وقدمنا توصيات موجهة إلى الأجهزة المسؤولة عن الصحة وإلى الشركات التي جهزت وعملت على هذه التطبيقات من أجل إصلاحها في المستقبل. شكرا. تحاور آخر. نزار، لديك الكلمة. شكرا يا أولغا. الأمور البشعة، ماذا أعلق في هذا المجال؟ المدارس تم إغلاقها بسبب الجائحة، وللأسف أحياناً الإنترنت لم يساعد في الأمر، فالتلاميذ ليس في كل الأماكن تابعوا الدراسة عن بعد، والمدرسون أيضاً عجزوا عن ذلك في بعض الأحيان. هذا هو الوجه البشع. الإنترنت لم يساعد الكل ولم ينقذ حالة الكل في الكثير من المناطق. ثانيا، مسألة انتهاك حقوق الخصوصية والبيانات الشخصية، لأن أحياناً لا نعرف صراحةً ما الذي يحدث في ببياناتنا الشخصية ومن لديه الوصول إلى هذه البيانات. هذا من الأمور البشعة في الجائحة. شكراً يا نزار. رودني تفضل، الدور لك الآن. من الاتحاد الكاريبي، اسمي رودني تايلر. من وجهة نظرنا ومنظورنا هنا، هناك الكثير من عدم المساواة في العالم، خاصة مهارات الرقمية. الدول الغنية والمتقدمة هناك مهارات جيدة وسيئة في الدول النامية والفقيرة. إذن يجب علينا محاولة إزالة هذه الفروقات، ويجب أن نزيل ونلغي هذه الفروق، ولكي يكون هناك تقدم واضح وملموس في هذا المجال. لعل الخمس أو العشر سنوات القادمة سوف بتطور مستدام ستزيل هذه الفروق وتجعل الأمور متساوية وليس بالعكس أن تزداد هذه الفرقة. نود لو أن التقنيات بشكل عام والتكنولوجيا تكون معممة للجميع وعادلة. شكرا يا رودني. والآن إلى محمد. شكرا. فيما يخص ما أريد أنا قوله بأننا نعالج نحن نصادف في الكثير من الأحيان الرقابة الحكومية على التدخل الزائد والتحكم الزائد بالمستخدمين في الإنترنت، ولا يتم احترام حقوق الإنسان في الإنترنت في بعض المناطق خاصة، فهذا يجب إلى اهتمام خاص له. أمور الأمن والسلامة وانتهاكات حقوق الإنسان أي في هذا الفضاء الرقمي والتصنت والتجسس علينا نحن كناشطون لحقوق الإنسان، يجب الحديث عن ذلك وبصوت عال، ونحث الحكومات على الإصلاحات في هذا المجال. علينا أن نحرص على الامتثال لحقوق حق حرية التعبير في الإنترنت، وهذا ليس دائما الحال خاصة في شمال إفريقيا، فنحن
نعيش صعوبات في هذا المجال. التجسس والرقابة الحكومية ما زالت ظاهرة موجودة في الفضاء الرقمي، ويعني ذلك انتهاكات لحقوق الإنسان. إذن يجب الحديث عن ذلك وبذل جهود من أجل القضاء على هذه الظاهرة لتغيير هذه الحالة. حماية البيانات أيضا جانب مهم. شكرا لك. الآن ننتقل إلى روبرت. شكرا يا ساندرو، أنا سعيد أنني معكم هنا في المكان. سأتكلم هذه المرة بالإسبانية. إذا كان القصد على هذه الوجه البشع للإنترنت، كنا معزولين خلال هذه الفترة في بيوتنا، وأيضا كمجتمع كنا منعزلين. حاولنا أن نفهم ماذا حصل وأننا كيف سنخرج من هذه إحدى الظواهر البشعة. وأيضا لم يكن بإمكاننا أن نتصل مع بعضنا كما نفعل ذلك الآن. الآن الجائحة ما زالت مستمرة، ولكن الوضع هو أفضل قليلا. هناك أفكار خلاقة وابتكارية جديدة تحاول أن تساعدنا هذه الأفكار على التخلص من ذلك. لذلك لأن يكون الإنترنت هو حليفنا وليس هو بشعا بنظرنا، إذن ليس لدينا جميعا وصول إلى الإنترنت. عودة إلى الأوجه البشعة، أنا سعيد بأننا نستطيع أن بهذا الشكل أن نتبادل تجاربنا كيف ساعدنا الإنترنت في هذه. علينا أن نستمر بتبادل التجارب. كلها كانت حالات متشابهة في أفريقيا، في آسيا، في أمريكا اللاتينية، في أوروبا. إذن يجب أن نلهم بعضنا بالحلول التي كانت في دول أخرى من أجل نقلها إلى دولنا. شكرا. شكرا جزيلا يا روبرتو. وأنا أشاطر رأيك بأنه علينا مواصلة تبادل الآراء. الآن مارسل دورك وشخص آخر بعدك، وسننهي هذه الدورة الثالثة. شكرا يا ساندرا. رودني تايلور قال شيئاً عن في الدول المتقدمة، وأنا أريد التعليق على ذلك. إن جائحة كوفيد-19 مارست ضغوطات ملحوظة على كل الدول، لكن خاصة على الدول النامية ومواردها محدودة ولا تستطيع الدعم الكافي للشركات المحلية. هناك أيضا مشاكل أخرى في هذه الدول النامية، وأقصد هنا قلة الأشخاص المدربين والمؤهلين في هذه الدول النامية. الدول الأضعف اقتصاديا، هاي الكوادر العالية المهارات هم قليلون، ويصعب عليهم بدء النشاط مباشرة في الإنترنت، فكأنها دائرة خبيثة منطوية على نفسها. يجب إذن أن ندعم الدول الأضعف التي ليس فيها مستوى الموارد كافيا. شكرا يا مرحبا. من زينة، تفضل يا زينة. أنا أمثل إي جي إف في لبنان، وأود أن
أعلق على الأشياء التي لها تأثير. تتمثل بالانقطاع اليومي للكهرباء وبسبب عجز مؤسسة كهرباء. بسبب عجز مؤسسة كهرباء لبنان عن توفير الطاقة تغطي مولدات الديزل هذا العجز، وبالتالي فإن توحيد الكهرباء في لبنان يتم بالكامل بواسطة المنتجات البترولية المستوردة بالدولار. وفي الوقت الحالي يعاني لبنان أشد أزمة اقتصادية ومالية منذ عقود، فقد أدى نقص السيولة بالدولار إلى الأضرار بالعديد من القطاعات وخاصة الإنترنت. ففي ظل الأزمة المالية الحالية هناك مجموعة من المخاطر الفعلية التي تهدد استمرارية وسلامة شبكة الإنترنت، منها فداحة تأثير انقطاع التيار الكهربائي وندرة وغلاء مادة المازوت الضرورية لتشغيل المولدات الكهربائية الخاصة التي تمتلكها شركات تقديم خدمة الإنترنت. وبالتالي تتعرض خدمة الإنترنت في لبنان للانقطاع أو على الأقل تراجع النوعية بشكل كبير بسبب نقص الدولار الأمريكي وعدم كفاية كميات ديزل اللازمة للحفاظ على تشغيل محطات البث والمولدات الاحتياطية. إضافة إلى ذلك هناك نوع آخر من المخاطر سببه فقدان قطع الغيار للبنية التحتية لشبكات الاتصالات والتي يتم عادة استيرادها من الخارج، وبالتالي نجد صعوبة كبيرة في العمل على تطوير الشبكة وتوسيع التغطية وصعوبة بإصلاح الأعطال التي تواجه شبكات الاتصالات على اختلاف أنواعها. إضافة إلى ذلك هناك مشكلات هامة في لبنان تتشكل جهة استمرارية تواجد الموارد البشرية الكفوءة، إذ لبنان يشهد تزايداً بهجرة التقنيين والكوادر العليا بسبب الأوضاع الاقتصادية، فيعمد إلى الهجرة بحثاً عن فرص أفضل. وبهذا تضع هذه العوامل المجتمعة لبنان أمام خطر كبير يتمثل بانقطاع الإنترنت، مما يؤثر في الحياة اليومية للسكان ويعطل كل النشاطات الاقتصادية للأفراد والمؤسسات. أما الإيجابية الوحيدة لهذه المشكلة فهي خلق الوعي عند المواطنين وعند أصحاب القرار حول أهمية الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية بالأخص، بحيث تنتفي الحاجة إلى الديزل على المدى الطويل. Thank you. Thank you very much, Zeina. شكرا لك يا زينة، وشكرا لكل الذين شاركوا في النقاش والتعليق وأعطونا آراءهم في هذا المحور. سوف نحاول استغلال الوقت المتبقي وهو قليل جدا، لذلك أوحي بأن ما هي إيحائك؟ لم أسمع وما أعرف ماذا تسألين. ماذا نفعل الآن؟ ما خطتنا الآن؟ أعتقد أننا سننتقل إلى عنصر آخر، وهو سنتكلم عن الحوار. نحن نتحدث عن عملية نلتقي مرة في السنة، ولكن بين هذه الإصدارات بين المنتديات يحصل الكثير، فلذلك يمكن أن نقول أن كل هذه العناصر مع بعضها مرتبطة. والآن هو سنعطي الصوت إلى
كاتبي التقارير لكي يلخصوا نقاشنا. هل تسمعونني؟ نعم نسمعك بشكل جيد. أنا مع مورييل سوف قمنا بوضع تقرير. وماذا يمكنني أن أقول بالنسبة للأوجه الإيجابية؟ رقمنا تشبيع تسريع التحولات الرقمية، عدد أكبر من الخدمات الرقمية. أما السلبيات، إغلاق، انعزال، بعض المدارس لا تستطيع بشكل جيد أن تؤدي دورها وبشكل ناجح، لم نستطع متابعة والاستمرار بالتعليم في كثير. أما الأشياء البشعة فبشكل عام الانتهاك والبولينج في الإنترنت وأمور النفسية، عندنا كثير من حالات الانتحار المرتبطة بالانعزال الذي حصل فيه. من أيضا الإيجابيات التجارة في الإنترنت، ومن السلبيات أيضا الاختراقات والهجوم والاعتداء على البيانات الشخصية. أعتقد أن وصلنا إلى نهاية هذه الجلسة. آنيا الآن بإنها يجب عليها أن تعطي الملاحظات الأخيرة. أدعو الجميع وخاصة واضعي التقارير إلى أن يتابعوا ما حصل على الشات وأن يحاولوا الإجابة على الأسئلة التي وردت هناك والتعليقات التي جاءت. كل ذلك سيجعلنا نحسن أعمالنا في المستقبل لكي تكون هذه الجلسة أغنى وأغنى. بالنسبة ما هو الشيء الذي سيكون ملهما لنا في العمل، أن هناك أفكار كثيرة جميلة ورائعة. أدعوكم أيضا أن تكتبوا على قائمة البريد الإلكتروني الذي سنتراسل فيه معكم. والآن وقت إنهاء هذه الجلسة. شكرا جزيلا لكم جميعا. هل أنيا هي الصالة؟ نعم أنا أعتذر. هذه صالة كبيرة ومن مسافة حتى يصل. شكرا إلى ساندرا وأولغا، لم تكن هذه. فإذا تصفيق شديد لسارة وأولغا وإلى جميع الذين شاركوا اليوم. كان هذا مهمة صعبة للجميع. كما قالت ساندرا، هذا النقاش والحوار كان ملهم وسنأخذ منه عبر كثيرة نستفيد منها في عملنا في المستقبل حتى القمة القادمة في عام 2022. سنلتقي من جديد. شكرا إلى الجميع. شكرا على هذا العمل الجيد. شكرا لكم.